البداية. هذا الصباح صباح مختلف، صباح الفخر، صباح الإنجاز وصباح البحث، وكون فلسطين دائما رائدة فكلنا فخر أن تكون زميلتنا ولاء البطاط هي فلسطينية أولى في حصولها على الدكتوراه طبعا، وهذا البحث المهم في فلسفة دراسات الإعلام وثقافة الأطفال. يسعد صباحك وكل الفخر والنجاح لك أكيد. صباح الورد، يسعد صباحك، شكرا علاء. صباح الورد والفل والياسمين لإلك ولنورة ولكل طاقم فلسطين هذا الصباح وللسادة المشاهدين، يسعد صباحكم. يسعد صباحك والف مبروك يعني، وكلنا فخر لما تكون اول فلسطيني في مجال هذا المتخصص، وخصوصيه كمان ايضا للطفل الفلسطيني، ربما هي اللي اعطتك هذه القوه. صحيح. لحتى تبدي بهذا المشروع متميز خلينا نقول في العالم العربي. والدكتور اللي كان مشرف على الرساله قال انه صاحب الرساله لما يكون عنده رساله. صحيح. بالاضافه للبحث ممكن انه هذا يعطي دفعة وحافز داخل. حابة أبدأ بهذه النقطة حبيبتي. صحيح نورة، إحنا عمليا ممكن أنتوا لأنكم زملائي وعايشتوا معي كيف الظروف اللي عشناها سابقا، بتعرفوا أنه إحنا بدأنا أو بدأت تحديدا في فكرة أنه أطور الموضوع من الناحية العلمية لنأكد للعالم أنه الطفل بيقدر يأثر، والطفل هو من الطفل إحنا بنقدر وبنبدأ في تغيير المجتمعات. صحيح الدكتور، بصبح عليه الدكتور محمود إسماعيل المشرف الرئيسي كان على رسالتي، قال كلمة جوهرية وأنا كمان بحب أقولها لكل الباحثين اللي متجهين حاليا نحو الدراسات العليا. كثير مهم انه احنا لما نتجه باتجاه هذا الموضوع، موضوع الدراسات العليا، يكون في موضوع ممكن يضيف سواء للمكتبة العلمية او حتى لمجتمعنا وللباحثين من بعدنا. هاي كانت عنوان رسالتي، هو انا عملت العنوان، ولكن الدراسة بشكل عام التخصص هو جديد ويعتبر الوحيد في الشرق الاوسط والاول في الشرق الاوسط. انا بدرس في كلية اسمها، او درست خلصت في كلية اسمها كلية الدراسات العليا للطفولة، هاي الكلية في جامعة عين شمس، بتعطي ثلاث تخصصات، بتعطي طب الأطفال، علم نفس الأطفال، وفلسفة دراسات الإعلام وثقافة الأطفال. إحنا بالبداية بنشتغل على دراسة فلسفة الإعلام بشكل عام، وبعد هيك بنتخصص بكل ما يخص الطفل من ثقافة الطفل متفرعة بالقانون والسياسي وأيضا التربية وأيضا الإعلام، وحتى وصولا وصولا للتفاصيل الفرعية بموضوع ثقافة الطفل. فبالتالي احنا يعني خضت سنوات لأنهينا مواد التخصص اللي كانت صعبة، مش سهلة نهائيا، تجربة كانت صعبة، حتى دخولي لهذا التخصص ما كانش سهل لأنه في شروط. احنا بنحكي عن تخصص الأول والوحيد في الشرق الأوسط، فبالتالي حتى الدخول له بيكون شروطه صعبة. فالحمد لله خلصت المواد. الرسالة اللي كمان أشار لها الدكتور هي كانت معالجة القنوات الفضائية العربية والأجنبية لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الطفل الفلسطيني وموقف القانون الدولي. فهون أنا تناولت الجانب القانوني والجانب السياسي وأيضا المعالجة الإعلامية اللي ركزت على معالجة القنوات الفضائية العربية والأجنبية لانتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني، بدءا من التساؤل اللي إحنا كنا بنسأله ودائما بنقول طب إحنا بنعرف قديش دور الإعلام مؤثر، قديش الإعلام لازم يغير، ومؤخرا بنعرف الإعلام استطاع أنه يسقط ويرفع أنظمة سياسية، فبالتالي ليش يا ترى لحد هلأ الإعلام مش قادر أنه يغير في واقع الطفل الفلسطيني رغم أنه في متابعة؟ وفعلا في الدراسة التحليلية لإلي لقيت في متابعة كثيفة حتى من فضائيات الدراسة الأجنبية والعربية، ولكن طبيعة هاي المتابعة، طبيعة المعالجة بتلعب دور. فاللي بدي أقوله وهي رسالة كمان حتى للفضائيات والقائمين على الفضائيات العربية والأجنبية. إيش وجدتي بالدراسة؟ كيف بتعالج الفضائيات العربية والأجنبية موضوع الانتهاكات؟ وإحنا بنشوف حتى الفيديوهات اللي بتنتشر على السوشيال ميديا، يعني هي يعني أبسط إشي وبتبين حجم هاي الانتهاكات باتجاه أطفال بأعمار صغيرة أيضا. برافو نورة، سؤال جميل. هلأ من حيث كثافة المعالجة وحجم المعالجة، هناك معالجة يعني بشكل كبير وموجودة. يعني بعض الفضائيات العربية اللي تناولتها كانت تلفزيون فلسطين، كانت إحدى القنوات، ويعني بطبيعة الحال لأنه تلفزيون فلسطيني كان متفوق في التناول وفي حجم المعالجة. واللي بدي أقوله حتى بعض الفضائيات العربية اللي تناولتها كان الفارق بسيط،
يعني قديش احنا بنحكي عن انها بتتناول بشكل كثيف وبشكل مستمر الانتهاكات الاسرائيليه لحقوق الطفل، لانه بنحكي احنا القضيه الفلسطينيه قضيه مركزيه بالنسبه للوطن العربي كله، فبالتالي وللعالم كله بشكل عام، لانه حتى القنوات الاجنبيه بتتناول الانتهاكات الاسرائيليه لحقوق الطفل والانتهاكات بشكل عام في فلسطين. اللي لقيته انه في معالجه بشكل كبير، ولكن اللي بدنا نوقف عنده مش حجم المعالجة، أكيد كل حدا فينا بيقدر يعالج وممكن أو يتناول بشكل كبير. بتلاقي كل القنوات، ما بديش أذكر أسماء، كل القنوات عم تتناول، ولكن كيف؟ شو طبيعة وخصائص هذا التناول؟ يعني بعض القنوات أنا فوجئت، وبرغم إنها بتعالج بكثافة ولكن رسائلها مسمومة. يعني أنا عمليا شو بيخدمني كفلسطينية لما قناة عربية إلها اسمها وإلها حجمها وإلها وضعها عم تتناول الانتهاكات عن كثب وكأنها قناة فلسطينية وأكثر، ولكن بالمقابل هي عم بتساوينا مع المحتل، وإضافة لذلك هي عم توجد للمحتل مبررات قتل الأطفال. فأنا هون بوقف وبقول كتير مهم، مشكورين، خلينا نأخذ حسن النوايا، مع أنه فيش حسن النوايا في المعالجة السياسية الإعلامية، ولكن خلينا نحكي بهذه الطريقة. كتير مهم أنه نوقف عند طبيعة المعالجة وخصائص المعالجة، ولهيك أنا بتمنى أنه دائما المصدر يكون لكل الفضائيات سواء عربية أو أجنبية هو مصدر فلسطيني. ما حدا بيقدر يبث روايتنا أكيد. زي ما إحنا، ما حدا بيقدر لسان الفلسطيني، لأنه صاحب التجربة أكثر وقع. فبالتالي إحنا إذا بدأ من عنا، إذا كان في هون مركز معلومات بيقدر يطلع الخبر كيف إحنا بدنا، إحنا بنقدر نتحكم شو بده يوصل للعالم. هذا اللي بنشتغل عليه كمان في الإعلام الفلسطيني، هي طبعاً. مركزية المعلومة ومركزية طبعاً. الحدث كمان. دكتورة ولاء، لما بنحكي عن تحديات كتير كبيرة، قبل ما نحكي عن تحديات الدراسة، سبق وإن كان الاحتلال كمان زي ما بيهاجم كل المحتوى الفلسطيني، كان يهاجم برامجك للأطفال والرسالة اللي كنت تقدميها للأطفال، وحاول كثير أنه يشتت الرأي العام أو العالم تحديداً بما يقدمه تلفزيون فلسطين بما يخص الأطفال. وأنت كمديرة لدائرة الأطفال في التلفزيون واجهتي أو تحديتي هذه الروايات ببرامج منوعة مختلفة، كيف ممكن تناولتي هذا الموضوع تحديداً في البحث، وكيف كمان الإعلام الإسرائيلي يحاول تشويه صورة الأطفال للعالم كله؟ صحيح، برافو على، يمكن أنا هاي النقطة اللي كنت بدي أحكيها، وهون التحدي الأكبر اللي خلاني أمشي في، يعني أطور نفسي بمجال الأطفال من حيث الدراسة، من حيث البحث العلمي، لإثبات النظرية اللي إحنا بنحكي فيها. البداية حتكون بداية أي مجتمع ناجح من الطفل. إحنا لازم عشان نبني مجتمع صح نبني طفل صح. فبالتالي هون بدأ التحدي، على لما صرت أشوف إنه هل قد الطفل بيخوف الاحتلال، هل قد المعلومة اللي ممكن تفوت لذهن الطفل الفلسطيني ممكن تكون خطيرة للاحتلال. فخلينا نشتغل على هذا المحتوى، خلينا نشتغل على بناء أطفالنا صح. إحنا شو عم نعمل؟ إحنا ودائما إحنا متفقين إنه كل واحد فينا من موقعه هو مقاوم، أنت مقاوم وأنت مقاومة، كل حدا فينا مقاوم. فبالتالي بناء هذا الطفل، الاحتلال كان بدايقه أنه طفلنا يعرف إشي عن 48، وهذا الحكي حتى أصله لإسرائيل عمالها بتحاول تقول في اتفاقيات، لا حتى أصله هي ما أسقطت حق العودي. فبالتالي الطفل حقه يعرف عن بلده، الطفل الفلسطيني حقه يعرف أنه هذا المخيم هو مكان مؤقت، الطفل الفلسطيني حقه يعرف أنه اللي قتل أخوه أو اللي قتل أبوه هو أو اللي قتل صديقه على الحاجز هو الاحتلال، فبالتالي أنت بدك تنتبه. فإحنا كنا دائما من باب الحرص دائما عم نشتغل ضمن منظومة تربوية وضمن منظومة حتى وطنية، لأنه التنشئة السياسية لما إحنا بنشتغل تنشئة سياسية في تلفزيون فلسطين، هذا مش شيء جديد، هذا ما بيميز الطفل الفلسطيني، وهذا مش خاص لظروف الطفل الفلسطيني، يمكن في استثنائية للطفل الفلسطيني، ولكن حتى الطفل في السويد في عنده في تنشئة سياسية سواء من خلال الإعلام أو من خلال المنهج المدرسي. دكتور، إيش الخطة بعد هذه الدراسة؟ هو الخطة يعني بعد المعطيات اللي عم نشتغل عليها وبعد النتائج اللي توصلنا لها ومجموعة التوصيات، أكيد في خطة كبيرة عم بشتغل عليها. يمكن
يعني بدري احكي فيها، ولكن ان شاء الله حتكون مشروع وطني كبير للاطفال. بتمنى انه كمان حيكون في مزيج من انه يدعم الطفل من الناحيه الاجتماعيه ومن الناحيه الاقتصاديه وحتى على المساحه الاعلاميه اللي احنا بنعرفها والقانونيه، كون احنا بنحكي عن قانون دولي واتفاقيات ونصوص دوليه كلها بتقر بتجريم ما يفعله الاحتلال، وبنفس الوقت هي ما فيش في اليات عم تنفذ يعني لحمايه الاطفال. يعني حنشاهده عندنا بالتلفزيون او يعني اكيد هو حيكون اثره على التلفزيون، ولكن احنا بنحكي عن شيء لازم ينتفع منه كل اطفال فلسطين، بدءا من حمايه اطفالنا وتحصينهم محليا على الصعيد الفلسطيني لحتى نقدر نحميهم من المحتل فيما بعد، ولحتى يعني نقدر ندعمهم. دكتورة مبسوطين كثير، يمكن الكلمات بتعجز عن هذا الله يسعدكم. الفكر. انا مبسوطه جميل فيكم. احنا بنحكي انه تلفزيون فلسطين من خلالك، وكمان نوجه تحيه كمان لمساندك زميلك وزوجك محمد فرج اللي كمان كان جزء من هذه المواكبة للتطورات. برامج الأطفال اللي اليوم صارت كمان عبر شاشة تلفزيون فلسطين تفاعلية، صاروا الأطفال كمان هم يقدموا نفسهم من خلال شاشتنا بالطريقة المثلى. كل التوفيق لكم، ننتظر كل جديد. اسمحوا لي على أنورة قبل ما أنهي اللقاء، أنا بدي أشكركم بالبداية، وبدي أقول لكم أنه أنا كمان فخورة فيكم وفخورة ببصمة كل حدا فيكم، رغم أنه البرنامج مشترك، بس ما شاء الله عنكم كلكم، يعني كل حدا فيكم على حدا له بصمته. بدي أوجه تحية لكل حد في التلفزيون، للمشرف العام اللي كان داعم بالأستاذ أحمد عساف اللي كان داعم من الأساس ومن البداية، وهو داعم لكل مبدع فينا، بوجه له تحية. ومحمد طبعا فرج زوجي اللي سندني بكل خطواتي. يمكن إحنا موظفين التلفزيون شاهدين على هذا حبايبي، أنتوا كلكم إحنا على فكرة شاهدين على كل خطوات بعض، ما شاء الله عنكم. خليكم لبعض. وبدي يعني أقتنص الفرصة وأوجه تحية للكلية الخاصة اللي درست فيها، كلية الدراسات العليا للطفولة العميدة دكتورة هويدا الجبالي، وأيضا الوكيل دكتور محمد البحيري، أساتذتي العمالقة العظام في هذا المجال الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل، وأيضا الأستاذ الدكتور أحمد مغاري، والدكتور طبعا مؤمن جبر، والأستاذ الدكتور الذي كان رئيس المناقشة محمد معوض، طبعا من عمالقة الإعلام وأيضا البحث العلمي في مصر وفي الوطن العربي، والدكتور خالد فتح الله. شكرا كثير لكم على هاي الفرصه، انا سعيده اني شفتكم وسعيده فيكم، وان شاء الله وهي رسالتي انا اهديتها لكل طفل فلسطيني، لانه احنا عم نشتغل وعم نتطور وعم نتقدم نتيجه بحثنا. صحيح الكثير من المعاناه عم بنلاقيه هو شوفي هذا البحث بده برنامج كامل. الله يسعدكم، شكرا على الحماس واضح كمان كلامك عن البحث. شكرا كثير لكم، يسعدكم، يسعد صباحكم.